رمومي على كل اللي عملهولي، هما بيجيبولي كل اللي أنا عايزاه ورمضان كريم. حابه اشكر جوزي بشكل شخصي جدا واقول له انا مبسوطه جدا ان ده اول رمضان وانت موجود في حياتي، وان انا بحبك جدا جدا وعايزه اقول لك شكرا قدام الناس كلها. حابه اشكر ربنا على وجود مامتي وبابايا في حياتي وان هم موجودين معايا، وربنا يا رب يخليهم لي. كل الشكر والتقدير والتحيه للجيش المصري، الجيش الابيض، الشرطه المصريه على وقفهم الكبير جنبنا ودعمهم لينا والتضحيه الكبيره. ربنا يسدد خطواكم وحفاظهم على ارواحنا. ربنا يجازيكم كل خير وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى حبايبكم يا رب، ويعيدوا علينا بكل خير. لو في كلمة أكتر من شكرا كمان أقولها هتبقى الماما وبابا، أكتر شخصين في حياتي تعبوا معايا، تعبوا بجد فترة مرضي، وتعبوا في تربيتنا أنا وإخواتي، وقد إيه هم استغنوا عن حاجات كتيرة أوي في حياتهم عشان يسعدونا ويخلونا مرتاحين ومبسوطين. انا بقول لهم شكرا وربنا يخليكم لينا وربنا يسعدكم، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه موجودين معانا يا رب بصحه وسعاده. بقول شكرا لكل افراد الجيش والشرطه لمجهودهم الجبار في حمايه وطننا العزيز مصر، وبقول لحضراتكم جميعا كل سنه وحضراتكم طيبين، وخليك في البيت حفاظا على صحتك وصحه عائلتك وصحتنا جميعا، ويا رب اجعل مصر امنه بينا واجعلها يا رب احسن بلد في الدنيا بينا كلنا ان شاء الله. انا احب اشكر اخواتي وبابايا على ان هم بيساعدوني دايما في البيت وبيخلوا الوقت اللي احنا قاعدينه في البيت احلى. ورمضان كريم. شكرا لكل اللي شاركوا معانا، ورسائلكم فعلا وصلت من القلب للقلب. البنتين الجمال كارين وجيانا تامر، الاعلاميه مروه يوسف، ومن المشاهدين معاذ محمد والصحفيه معتزه خالد، وبشكر محمد زكي ونادي عبد الصمد ونيفين مجدي. بشكركم شكرا جزيلا، وبفكركم انتم كمان مشاهدينا الكرام تصوروا فيديو ليكم بتشكروا حد عزيز عليكم، تبعتوا لنا على صفحه من القلب للقلب على الفيسبوك، واحنا هنعرضه لحضراتكم على شاشتنا الجميله، شاشه ام بي سي مصر 2.